أوه والدتي، نعم والدتي لم تكن إنسانة متعلمة، لم تذهب، نعم كانت إنسانة لا تعرف القراءة والكتابة، وكان لديها 4 بنات وأربعتنا تخرجنا من جامعات، يعني شيء حلو إنه. وكانت هي أيضا رغم إنه شوفي يعني الحلو اللي بيه تعلمنا من عندها، كانت حريصة إنه نكون متعلمات، حريصة إنه نكون متفوقات في المدارس، فهذا حلو تشوفين. وكانت أيضا هي المصدر الوحيد اللي أنا تربيت وياها، علمتني على الصلاة، على الإيمان، هذا أحلى شيء، علشان إنه الإنسان المؤمن تكونين متحصنة. الإيمان ضروري جدا يعني في أي دين، المهم إنه تكونين مؤمنة بالله، شيء حلو علاقاتك مع الناس تعتمد يعني كلها إنه تكونين مؤمنة، تكونين عادلة مع الناس عندما تكونين مؤمنة.